أرجع هذا الموضوع إلى تلاحم المباريات والعام البدني بالنسبة للاعبي نادي الزمالك، عندهم معترك في مباراة يوم 9/9 ثم المعترك الأفريقي القادم بمشيئة الله. يعني طبعا هي بيتكلم في حاجات طبيعي، يعني المفروض الناس بتبقى عاملة حسابها الدوري بيخلص امتى وبدي راحة قد ايه، هي بس المشكلة ان احنا عندنا المواسم كلها متلاحمة، فلو كان مثلا الزمالك ما قدرش ان هو يحسم الدوري في قبل ما يخلص بثلاث اسابيع كنت هتبقى مضطر ان انت تكمل باللعيبة كلها، العشر لعيبة اللي انت اديتهم راحة، اللعيبة الاساسية، وبعدين هتخش على مباراة السوبر، بعدين عندك زي ما قال افريقيا، وبعد كده هتلاقي الدوري كمان بيبدا وعندك مباراه السوبر المصري، فمش هيبقى فيه راحه. فهو بيتكلم في بديهيات، يعني ده الطبيعي، الناس كلها في العالم كله الناس عارفه الدوري بيخلص امتى، راحه قد ايه، الدوري الجديد بيبدا امتى، عندك ماتشات اوروبا امتى، كلها بتبقى معروفه يعني. ف يعني الله يكون في عونه طبعا.